وهنعرف منين ان دي اسكندريه؟ ضروري مكتوب عليها. ده مكتوب سيدي جابر، ارجع ولا ارجع؟ ما هو سيدي جابر يعني اسكندريه. زي عندنا السيد البدوي يعني طنطا، شيلها شيخ العرب. استنى يا راجل. ايه؟ امال الشايلين شغلتهم ايه؟ شيال! ايوه يا بيه. شيلنا. حاضر يا بيه. مش بكام يا اسطى؟ هناخد نص جنيه. ليه بقى؟ انت هتطلع منين بالظبط؟ من هنا على طول، وبعدين نخش في الشارع اللي على الامه نلاقوا ميدان المنشيه، اول شارع على اليمين، وبعدين تاني شارع شمال نلاقوا البحر، نخش شويه نبقى في الانفوشه. طب اتاكل على الله. ولا حفظت الوصفه؟ صم. يلا بينا. يا ألف أهلا، يا مليون مرحب. وبعدين؟ ولما ربنا أكرمنا وخدنا ثانوية عامة سافرنا مصر وقدمنا ورقنا في مكتب التنسيق. مكتب التسويق؟ تسويق إيه؟ يا ولية يا جهلة، زي مكتب تسويق السمك اللي عندنا البحري. صح؟ صح. مكتب السمك ده بقى يصنفنا حسب المجموع، 90% مرجان، 80% بوري، 70% ده قشر بياض. وانتوا بقى بالصلاة على النبي كده طلعتوا ايه؟ بساريا محولة اوراقنا على جامعة اسكندرية، امي صممت لازل لا في شقة ولا فرقان. معقول برضو تنزل فرقان ده واحنا موجودين؟ ايش حال المكان شمك بنت خالتي؟ يعني زهرة في مقام خالتك بالظبط. صح؟ صح. بس احنا اتنين يعني ومش عايزين نضايقكم الحقيقة. ما هو حسونا بلديات، ابن احمد افندي حسونا رئيس مكتب البوسطة اللي في البلد. مين جاي ياما؟ تعالى زينهم. ده زينهم ابني اكبر الصبيان. ربنا يخليك. انت بتعمل ايه يا؟ بس سيبه معلم شيحة. خد يا زين. ايه ده؟ خد ده شوية حاجات كده على مقوسهم بعتهم لك امي. ده حس كده بقى انتوا تفتحوا قوي قوي قوي. كتير يا شيحة بيه؟ لا ابدا، وردية بالليل وردية بالنهار. زغلول هننام امتى؟ احنا ننام يوم الجمعة. يلا انت وهي يلا يا يلا. بقوا سبعة يا زغلول. بقول يا معلم شيحة. نعم. فيها عيال تاني ولا دي اخر كلام؟ بإذن الله كده في واحد جاي بعد 9 أشهر أو بيعملوا لكم حس في الشقة. والله العظيم انتوا هترتاحوا عندنا آخر راحة وهتذاكروا أجدع مذاكرة. الله ما تخافش يا أسطى عبده. إيه رأيكم في الأوضة؟ هي في الحقيقة يعني مش بقول لك هو قصده يعني يا معلم مش كده والنبي؟ طبعا إذنكم وأنا كلها اوضه وصاله. هما دول قرايبك اللي قعدت تعشمني بيهم يا سي زغلول؟ زغلول زغلول زغلول. معقول هناخدوا منهم فلوس؟ الله، امال هي تكيه؟ البلد زحمه عشان موسم التلاميذ، ولما يدوخوا مش هيلاقوا اوضه زي دي.
الله عليك يا حبيبي، بسم الله عليك. اشربوا الشاي بقى. صح، ما كفايه شربناها للابع مش شيحة. يا شيحة بيه، الحمار ساعات بيقولوا له شي وساعات بيقولوا له حار، انما شيحة ده يبقى حمار ابن 60 حمار. صح، ده يقصدني انا. صح صح، استحلفك بالله لا تدع الامور هكذا. انا هقول لك يا عم شيحة، في صوت بقى.